بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم أسعار الزيتون وشتلات الزيتون. بس قبل بداية هذا الفيديو، كل أطلب منك أن تصلي على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة عشان ننفذ لكم أي حاجة أو أي فيديو عايزينه في هذه القناة، وأنا إن شاء الله في أسرع وقت ممكن أعمل لكم فيديوهات مخصوصة عن اي حاجة عايزينها. طبعا اول حاجة دي منظر شجرة الزيتون وشكلها الجميل. طبعا ده بيكون طولها المتوسط او طولها الصغير، لان بتكون اكبر من كده بشكل كبير. ودي منظر الاوراق بتاعته، تمام، وادي الجريد بتاعها، وده منظره وشكله، تمام. طبعا بيكون هقول لكم سعر. اول حاجة الشتلات بتاعته بتبدأ من حوالي كام؟ طبعا سعر الشتلات بتبدأ من حوالي 5 جنيه مصري إلى 20 جنيه. طبعا برضو حسب حجمها، حسب طولها، حسب عرضها، يعني حسب ما هي كويسة ولا يعني قربت تموت كده. ما انتوا برضو مش هتعرفوا الكلام ده. إن شاء الله هقول لكم شوية معلومات لو جيتوا تشتروا أي حاجة في الأول، عشان ما يضحكش عليكم او بينصبش عليكم، تمام. طبعا دي منظر شجرة. طبعا زي ما قلت لكم الشتلات بتبدأ من حوالي 5 جنيه الى 20 جنيه، تمام. ده سعر الشتلات. بالنسبة لسعر الاشجار، الاشجار الصغيرة اللي هي اللي زي كده يا جدعان، بصوا اللي زي كده، يعني انت لو قطعتها من هنا دي تبقى شجرة معاك صغيرة وتنتج معاك، ماشي. طبعا بتنتج حوالي بعد 2 او 2.5 سنين، لان الشجرة بتكون بتكبر اكتر من كده، يعني زي كده ما لسه ما طرحتش، تمام. بتبدأ من حوالي 150 جنيه، تمام، يعني من 70 الى 150 جنيه، برضه حسب حجمها. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش ان تشترك في القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.